ومن الجزائر ينضم إلينا مراسل الغد كريم قندولي. كريم، الأحكام الصادرة بحق عائلة كونيناف هل هي أحكام نهائية؟ حسين، أول شيء هذه المحكمة التي هي خلفي هي محكمة جنح ابتدائية، يعني الأحكام الصادرة من هنا من طرف قاضي الجلسة بإمكان سواء النيابة العامة أو المتهمين سواء هيئة دفاعهم الطعن فيها وبالاستئناف لدى مجلس القضاء. إذن هذه أحكام ابتدائية، بعدها ستكون هنالك درجة ثانية. من المؤكد بأن هيئة الدفاع ستطعن في هذه العقوبات طالما أنها تعتبر بأن هذه المحاكمات والمتابعات القضائية هي متابعات سياسية محضة لا تخضع للمنطق حسب هيئة الدفاع. بالتالي نحن أمام هذا السيناريو مثل ما كان عليه الحال، ولكن مع كل كريم محاكمات الفساد في معالي الأعمال والوزراء السابقين. نعم، إذا كانت هيئة الدفاع وهي هيئة لها مصلحة في براءة المتهمين لأنها بالضرورة تدافع عنهم، لكن الأهم هو الشعب الجزائري، كيف تابع هذه الأحكام؟ مؤكد أن الشعب الجزائري الآن يريد أن يلتمس أقصى العقوبات لرجال الأعمال الذين تسببوا في تبديد المال العام والنهب وسرقة حقهم في الثروات. نحن نتكلم حول من شهر سبتمبر فقط، يعني لا نتكلم عن المحاكمات الماضية. هناك أكثر من 70 مليار دولار تم يعني تداوله هنا في هذه المحكمة فقط، يعني الحصيلة الآن نتكلم حول تقريبا ضعف احتياط الصرف الجزائري الآن الذي يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليون دينار مليار دولار. بالتالي الأرقام مرعبة وكبيرة جدا، والشعب الجزائري مهما كانت هذه الأحكام لن ترضيه، وبالدرجة الأولى أيضا يهتموا بعقوبتهم، ولكن استرجاع المال العام هو أول الأولويات مثلما أشار ووعد به الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية قبل طيب أن ينتخب رئيسا للبلاد. نعم، لابد من التذكير فقط للمشاهدين لأن ربما قد تكون مهمة هذه النقطة بالنسبة للمشاهدين، الأحكام الصادرة في حق العائلة كونيناف المقربة جدا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. إذن الحكم ب16 سنة نافذة في حق رضا كونيناف، و ايضا و8 ملايين غرامه 8 ملايين غرامه ايضا في حقه، وايضا طارق شقيقه بعقوبه 15 سنه و8 ملايين دينار جزائري غرامه، والحكم على عبد القادر شقيقه بعقوبه ربما هي اقل 12 سنه، ولكن اختهما او اختهم التي متواجده في الخارج هي في حاله فرار تم الحكم عليها باقصى عقوبه وهي 20 سنه نافذا مع مذكرة توقيف دولية. طيب، الآن أيضا لابد من الإشارة بأن القضاء الجزائري أمر بمصادرة جميع أموال العائلة، ولكن المقربة كريم من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. نعم، بيلاحظ هنا أن المتهمين رغم أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة إلا أن الأحكام متفاوتة كما تابعنا معك. أكيد في كل يعني مجموعة هنالك قائد، ويعني نحتسب لأن القضاء ربما يعني أعلم مني ومن أي طرف آخر، لأن هنالك تحقيق بدء من طرف مصالح الدرك الوطني والشرطة، ثم بعدها يعني القضية كانت بدأت مع الضبطية القضائية ثم قاضي التحقيق، الآن بعد مرافعات دامت لأسبوع كامل والتماسات وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا، اليوم هنالك قائد وهو رضا كونيناف، ربما هو الأبرز ما بينهم، وكان مقرب جدا من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، كان مستشار ومثلما دائما نشير كان الآمر والناهية في البلاد بالوكالة، كان يحكم بالوكالة بعد مرض شقيقه عبد العزيز. طيب، بوتفليقة بالتالي هو نال أقصى عقوبة وهو متواجد الآن، كانوا متواجدين في سجن الحراش بعد أو قبل أقل من 5 دقائق فقط كانت العربة عربة الدرك الوطني قد تنقلهم الآن بعد سجن الحراش. الحكم يعني تم وسجن الحراش هو تقريبا يسمى سجن الحبس المؤقت، بعدها سينقلون إلى سجون أخرى في الجزائر. أتمنى أكون أجبتك يا حسين. نعم، بالتأكيد أجبت ووفيت كريم، شكرا جزيلا لك زميل كريم قندولي مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر.